مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم الاثنين 20/4/2020، الحصة رقم 19، وهي الحصة الأخيرة في الوحدة الثامنة تحت مسمى المعادلات المثلثية رقم 4. وزي ما شايفين يا شباب، هي عبارة عن تدريبات، هي عبارة عن سؤالين أو ثلاث أسئلة بالكثير، هي زي مراجعة لما أخذناه خلال الحصص الثلاثة الماضية. في البداية نشوف المثال المطروح أو السؤال المطروح. سؤال 3 صفحة 203، هي تكرار لأسئلة سابقة أو شبيهة بها. يعني حل المعادلة ساين X بيساوي 0.64، حيث X بالدرجات. لاحظوا هون ما أعطاني من 0 إلى 360 أو من 0 إلى 2y، يعني وبالتالي هون بده حل عام. يعني بعد ما نوجد القيم بتاعت X نزيد عليها 2 ضرب 360 أو 360 في كي. ساين X بيساوي 0.64. أول شيء زي في أول حصة بسأل حالنا، مدام بما أن الساين أكبر من صفر معناها الـ X تقع في الربع الأول أو الربع الثاني. طيب، في بنأخذ نوجد الزاوية X شرطة، اللي هي الزاوية اللي معتمد عليها، اللي هي عبارة عن نطلعها من طريق شيفت ساين 0.64. نحط شيفت ساين 0.64، بيطلع عندي بالحاسبة 39.8. بما أن الساين كنا في ربع الزاوية تقع في الربع الأول لأن الساين موجب، إذا الزاوية المعتمدة هي إحدى الزوايا أو إحدى الإجابات المطلوبة. إذا في الربع الثاني بتكون X بيساوي 180 ناقص 39.8 اللي هي 140.2، وبالتالي بيكون الحل العام قلنا هي نفس الرقم 140.2 زائد 360 كي، يعني عدد كامل من الدورات. في الربع الأول الزاوية هي 39.8، وبالتالي الحل العام لها هي 39.8 زائد 360 في كي. إذا انتهى السؤال الثالث. إذا ركزنا أول شيء على إشارة أين تقع الزاوية في الربع أي الأرباع، وبعدين طلعنا شيفت ساين 39.8. إذا في الربع الأول هاي الرقم بيكون مقبول من نحنا لأن في الربع الأول، وبالتالي الحل العام بنزيد عليه 360 في كي. نفس الشيء بالنسبة للربع الثاني، مطرحة من 100، الرقم اللي طلع لنا هون مطرحة من 380، بيطلع لنا 140.2. هلا سؤال آخر عن التان. جذر التربيع إلى تان ثيتا ناقص 1 بيساوي 0. إذا هو معادلة بسيطة جدا. من أول شيء ننقل الواحد على الطرف الأيمن بصير 1، وبعدين شو نعمل يا شباب؟ بصير عندنا جذر ثلاثة تان بيساوي 1. يلا مين بيقول لي شو الخطوة التالية؟ نقسم على جذر ثلاثة، وبالتالي تان ثيتا يساوي 1 على جذر ثلاثة. طيب السؤال، تان ثيتا هون بالموجب، مين بيقول لي أي الأرباع بتكون التان موجب؟ يلا العبارة اللي هي أستك، يعني A في الربع الأول موجب والT في الربع الثالث أيضا موجب. تان N اللي هي ثيتا برايم لتان إنفرس لتان ناقص 1، شفت تان 1 على جذر 3 بيعطينا كام؟ 30 درجة. إذا عندي زاويتين، زاوية في الربع الأول، لاحظوا هون بس بدنا زوايا محدودة، زاوية في الربع الأول والزاوية في الربع الثالث. زاوية في الربع الأول أهي 30 درجة، بينما في الربع الثالث نطرحها أو بنزيد عليها 180، يعني 180 زائد 30 بيعطينا 210. إذا عندي إجابتين، 30 درجة وال 210. لماذا؟ لأن في الربع الثالث، الربع الثالث زاوية الربع الثالث تكون 180 زائد.
المثال أو السؤال قد يكون الأخير، سؤال 26، حل المعادلة كوساين 2x بلس ساين x بيساوي 0. هذا السؤال حلينا بالضبط زيه في الحصة الماضية، لكن بدل ساين كان هون في كوساين، وبالتالي أخذنا كوساين 2 ثيت 2x، دورنا لها ثلاث قوانين. فهون حنأخذ القانون الرقم القانون الثالث اللي بيتعلق بس بالساين، يعني كوساين 2x اللي هي 1 ناقص 2 ساين تربيع x. إذا أشيل كوساين 2x وحط مكانها 1 ناقص 2 ساين تربيع x زائد ساين x. أهم شيء شباب، لازم الساين تربيع يصير بالموجب، يعني كأني نقلته مع الطرف الثاني أو رتبت وغيرت الإشارات. بصير عندنا 2، هاي راحت على الطرف الثاني صارت 2 ساين تربيع x، والساين صارت ماينس والواحد صار ماينس. إذا هاي عبارة عن مقدار ثلاثي بيتحلل قوسين، القوس الأول 2 ساين x زائد 1 في ساين، يعني 2 ساين x في ساين x، موجب سالب أو هاي سالب 2 وهاي زائد 1، يعني الوسطين زائد 1 ساين x. أما الطرفين، الطرف هذا الطرف وهذا الطرف، سالب 2 x، لو جمعتهم بيعطينا سالب 1 x. إذا صار عندنا إما القوس الأول بيساوي صفر، وبالتالي في هاي الحالة بيكون الساين x ودينا الواحد بصير سالب 1 وقسمنا على 2، ساين x بيساوي سالب نص، أو القوس الثاني بصير ساين x بيساوي 1. هون في الحالة هاي عندي ساين x بيساوي سالب نص، قد تقع في الربع الثالث أو الرابع. أول شيء طبعا في الربع بناخذ شفت ساين للنص بدون سالب بيعطينا 30. 30 بدنا الزاوية اللي تعادل 30 في الربع الثالث، اللي 180 زائد 30 بيعطينا 210، أو 330، 360 ناقص 30 بيعطينا 330. إذا هاي تقع في الربع الرابع وهي تقع في الربع الثالث. أما ساين x بيساوي 1 نهاية 90 درجة. إذا صار عندي ثلاث إجابات، 210، 330، 90. أركز هون شباب مرة ثانية، القوس الأول نقلت الواحد، يعني المفروض يكون 2 ساين x زائد 1 بيساوي 0. إنما كونها هاي المعادلة آخر شيء تقريبا، لأن أخذنا زيها أكثر مرة، يعني مفروض أنت في حاجات بين السطور أنت تعرفها. نقلنا الواحد قسمنا على 2، الساين بالنيجاتيف إذا تقع في الربع الثالث والرابع. طيب ما هي الزاوية اللي أعتمد عليها؟ أخذ شفت ساين 1 على 2 بدون سالب، ركز بدون سالب هي المطلق، بيعطينا 30. إذا الثلاثين ايش تعادل في الربع الثالث؟ 180 زائد 30 بيعطينا 210، في الربع الرابع 360 ناقص 30 بيعطينا 330، بينما ساين اكس بيساوي 1 قيمه واحده. بنكون هيك انتهينا من الوحده الثامنه، ونلتقي الوحده التاسعه غدا ان شاء الله.